السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نوجد معكم واحد العصير تيجي زوين، تيخرج كميه كثيره. تنحتاجو فيه عندي نص كيلو ديال الخيسو، خيسو صغير، بالنسبه للصغير تيكون حلو دغيا تيطيب. عندي حامضه اللي عنده جوج صغار يديرهم. عندي هنا نص كيلو ديال الخوخ، غدا سكر غنحتاجو حتى من بعد. غنقطع خيزو باش غدا نديرو يتسلق. خيزو خاصني نجرو هكا صغيور مزيان، كلشي تيعرف كيف غندير خيزو. نقطع خيزو بعدا كي دابا خيزو من بعد ما قطعتو نقيتو، غادي نقطعو طريفات صغار بحال هكا طريفات صغيورين. نقطعو كامل طريفات صغار ونديرو يتسلق. ملي قطعت الكميه كامله ديال الخيزو نص كيلو كامل، قطعوا طريفات صغار. اللي بغى يديروا في الكوكوط يديروا، انا غندير غير فيها طنجره صغيره. عندي الحامضه غدا نقيها، نحاول ما نخليش هذا البيض، نقيها كامله. هاد البيض ديال الحامض هو اللي تيعطي المروره، يكون مار. هاد القشره الوسطانيه اللي كتكون بيضه هي اللي خصها تحيد، حيد ليها حتى العصب ديالها. طوب بحال هكا باش يبان ليا الا فيه شي عظيمات نحيدهم، تيطلقوا المروره. حتى هاد الوسطاني نحيدو. صافي، وانا غادي نديرو يتسلق، وملي يتسلق عاد نتلاقى معكم وندير لكم هذا ديالو ندير الخوخ. انتم من بعد ما تسلق لينا الخيزو ديالنا مع ديك الحامضه راه ذابت، هذا بالخوخ. انا عندي هاد الشتاء، الصراحه هاد الشتاء تيكونوا زوينين، تيتباعوا عند موالين 5 دراهم، كنحك بها تفاح. المهم ديسير كامل كنحكو نقطعو على هاد الخيزو، مازال سخون هنايا وغدا نقطعو عليه. والما اللي غدا نخلط بيه، نتوما ديرو الما من قبل، انا دايره الما تيبرد. راه كيخرج كمية كثيرة. نقطع هاد الخوخ كامل هنايا، عاد نزيد عليه الماء ونطحنو. انا غنوريكم كيفاش غنطحنو.
دابا السكر سالي الا نقسمتو عليهم بجوج هنايا، نص درتو هنا ونص خلطتو، وعندي الماء. دابا غنزيد الماء، وغادا نطحن. انا طحنت الكميه الاولى وغنطحن معكم الكميه الثانيه، صافي نتلاقاو ملي غنكمل. هانتو دابا شحال عطانا ديال العصير ملي كملتو، هذا كيه زيت ونص. هانتو كيف جا وتيجي جاري، كيبان لكم صراحة في خيزو. بالنسبة لوليدات اللي ما تياكلش خيزو، ما تيبانش هنا راه خيزو، وانا غنعبر ونقول لكم شحال عطاني من لترو. ها هو العصير ديالنا من بعد ما كمل، صراحة عطاني 3 لترو ناقص كاس السكر. انا درت 3 الكيسان ديال العنبة، عبار العنبة، حيت الخوخ كان عندي ماشي طيب بزاف، وقلت لكم السكر تيبقى على حسب الذوق. وصراحة عصير اقتصادي وعارفين شنو دايرين فيه، نتمنى يعجبكم. انا غنكب لكم تيجي خاطر وثقيل، نتوما الا بغيتو تجريو وتزيدو الماء وتذوقوا على حساب الذوق ديالكم. صراحة هو عصير اقتصادي وزوين، ونتمنى يعجبكم. ولي عجبكم شي كومونتير زوين ولي لايك، وشكرا لكم بزاف، وبسلامة عليكم الى فيديو اخر.